عام مضى وما تزال أعماله متسيدة الشاشات العربية. عام مضى وما يزال عشاق المسرح والتلفزيون يحتفون به. عام مضى وما يزال الفنان عبد الحسين عبد الرضا هنا. في 6 من ديسمبر 1939، الموقع دروازة عبد الرزاق، وتحديداً فريج العوازم في منطقة شرق، أبصرتا عينا الطفل عبد الحسين النور، ليكون السابع من بين إخوته 14، طفل مشاكس شقي وذكي جداً. تلقى تعليمه في مدرستي المباركية والأحمدية حتى مرحلة الثانوية العامة، ثم عمل في وزارة الإرشاد والأنباء في قسم الطبع. وفي عام 1956 سافر في بعثة إلى مصر لتعلم فنون الطباعة. صادف وفاة عبد الحسين عبد الرضا ذكرى وفاة والدي أيضاً، وكان والدي وعبد الحسين عبد الرضا فيه بينهم شيء مشترك، لأن والدي يعني كان بحكم منصبه أن مسؤول عن المطبعة في الكويت، وعبد الحسين عبد الرضا كان من الشباب اللي والدي كان مسؤول عنهم واللي أرسلهم إلى مصر القاهرة وإلى ألمانيا ليتدرب على فنون الطباعة. فعشان كذي في شيء مشترك. أتذكر من يوم إحنا صغار كان أبوي ياخذنا كلنا نروح نحضر مسرحية حق عبد الحسين عبد الرضا، نقعد صفة واحدة الأسرة كلها، وعبد الحسين لما يلاحظ أن أبوي موجود يرتجل ويقول له كم تعليق عن الوالد. وتدرج في الوظائف الحكومية حتى وصل إلى منصب مراقب عام قسم الطباعة في وزارة الإعلام في عام 1959. وفي عام 1961 سافر في بعثة أخرى إلى ألمانيا لاستكمال الدراسة في فنون الطباعة. أما عام 1971 فقام عبد الحسين عبد الرضا بتأسيس شركة مطابع الإهرام قبل أن يتقاعد في 30 من سبتمبر عام 1979. كان عبد الحسين عبد الرضا شاباً طموحاً، عرف بأن طريقه قد بدأ في هذا المجال، المسرح هو متنفسه الوحيد.